السؤال الأهم لما بدك تطلع على بريطانيا، قديش مرتب الممرض في بريطانيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر، وهذه قناتي مذكرات ممرض. نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، وفي هذا الفيديو نستكمل معاكم سلسلة الهجرة إلى بريطانيا للممرضين، أو الحياة في بريطانيا للممرضين، ورح نتكلم عن أهم إشي اللي هو كم رح يكون دخلك أو مرتبك في كل سنة في بريطانيا. في بريطانيا بالتحديد في وزارة الصحة البريطانية أو في نظام الـ NHS، يعتبر الراتب لكل ممرض داخل بريطانيا هو لكل الناس اللي هم نفس الشهادة، نفس الخبرة، نفس المستوى. يعني أنت كممرض مجرد ما خلصت الجامعة وجبت رخصة مزاولة المهنة وبدأت شغل، أنت أول راتب تستلمه نفس الراتب اللي بيستلمه أي ممرض في بريطانيا بكون أول مرة بيشتغل أو حديث تعيين. وهذا النظام على فكرة موجود في قطر، كل المستشفيات الحكومة تبدأ بنفس الراتب الأساسي، نفس الأساسي للكل، والإجمالي نفس الإجمالي للكل تقريبا. بريطانيا بتتميز بهاي الميزة أنه البلد الوحيدة اللي بترتاح فيها من سؤال قديش راح يعطوني لما أشتغل عندهم، لأنه الكل أول ما يدخل بأخذ نفس الراتب، الكل كل سنة بيجي نفس الرقم زيادة على الراتب، ما عدا أشياء بسيطة وعلوات معينة راح أذكر لك إياها بنهاية الفيديو. علشان تعرف قديش راح يكون راتبك في بريطانيا لما تشتغل، ادخل على هذا الموقع healthcareers.nhs.uk. هذا موقع حكومي بيوريك كل المهن اللي بتشتغل بوزارة الصحة قديش رواتبها. تفتح على إشي اسمه Agenda for Change، اللي هو سكيل الرواتب أو سلم الرواتب الموحد لكل الموظفين داخل وزارة الصحة البريطانية، ما عدا الأطباء، أطباء الأسنان، الأخصائيين الكبار، رؤساء الأقسام والمدراء، هذول لهم سلم رواتب لحالهم. لكن الناس اللي زيي وزيك، ممرض، فني مختبر، صيدلاني، عامل نظافة، طبيب عام مثلا، كل الناس اللي زي هيك لهم سلم رواتب معروف ومحدود بالقرش. طب كم رح ياخذوا منا ضرائب؟ مش امريكا بتاخذ ضرائب، كندا بتاخذ ضرائب، اكيد بريطانيا بتاخذ ضرائب. الضريبة على الدخل في بريطانيا اول 10,000 جنيه استرليني من راتبك كل سنة ما في عليه ضرائب. طبعا ما في حدا بياخذ 10,000، كل الناس اكثر من هيك. العشرة الثانية والثالثة والرابعة واوا فما فوق بيأخذوا منها 20%. لنفرض إنه راتبك 30,000 مثلاً، فأول 10,000 بعليها ضريبة، 20,000 الثانية والثالثة بيأخذوا منها 20%، فبيوصلك قديش؟ 26,000. هذا الأجندة فور تشينج يقسم إلى 9 bands، 9 حزم أو 9 شرائح للدخل، وكل شريحة تضم أكثر من وظيفة. وكل شريحة في زيادة على الراتب إلى حد معين. يعني في الشريحة نفسها راح أقول لك تبدأ من كذا، بعد 2 سنين خبرة بصير كذا، بعد 4 سنين خبرة بصير كذا، وهكذا. طبعا أقل إشي اللي هو رواتب الباند 1، وأكثر إشي اللي هي رواتب الباند 9. باند 1 اللي هي أقل الوظائف من ناحية المرتب، بتبدأ من 22,383 جنيه استرليني بالسنة، اقسمها على 12 بتعرف قديش بالشهر. من الأمثلة على هذه الوظائف اللي هي الدومستيك سبورت وركر اللي هو عامل النظافة، الدرايفر اللي هو السائق سواء سائق بوصل الموظفين أو سائق الأمبولانس، والنيرسري أسيستنت اللي هي البنت اللي بتدير بالها على أولاد الموظفين في الحضانة زي البيبي سيتر. يعني بنتو اللي هي نفس الوظائف اللي قلنا عنها بس بعد ما يصير معهم كذا سنة خبرة، زائد دومستيك تيم ليدر اللي هو بالعربي مراقب العمال، سيكيورتي اوفيسر اللي هو موظف الامن، سكرتري او تايبست اللي هو الطابع او السكرتير اللي بيكون في عياده الاخصائي، والهيلث كير اسيستنت اللي هو زي النيرس ايد عندنا اللي هو بني ادم شغلته يساعد المريض لكن ما بيكون درس تمريض، لا بكليه 2 سنين ولا بجامعه 4 سنين، بس شغلته طعمه المريض، حممه، وديه على الحمام، اشياء زي هيك. هذا بيبدا من 22,383 اذا عنده اقل من 2 سنين خبره. الباند 3 أقل من 2 سنين خبرة بيبدأ من 22,816 جنيه استرليني سنوي، بعد 2 سنين خبرة بصير 24,336، يعني 750 جنيه زيادة كل سنة. من الأمثل عليهم الإمرجنسي كير أسيستنت. بتعرف الفرق بين الممرض البكالوريوس والدبلوم والممرض القانوني والبراكتيكال أو الممرض المساعد؟ نفس الفرق بين رجل الإسعاف أو المسعف وبين هذا الإمرجنسي كير أسيستنت. هو بكون مسعف لكن دارس دورة سنة أو سنة ونص أو دبلوم 2 سنين في أي معهد، وبساعد رجل الإسعاف في الأشياء البسيطة، وممكن يكون مساعد مسعف وسائق معا، أحيانا بطلبوا منه رخصة سواقة.
التريني كلينيكال كودر اللي هو بحول بيانات المرضى وملفاتهم وفحوصاتهم الى رموز وبدخلها بالسيستم. في شيء بسموه الاستيت اوفيسر اللي هو زي موظف الصيانه عندنا، بكون كهربجي مواسرجي شغلته يعمل صيانه لمباني المستشفى. والاكوبيشنال ثيرابي سبورت وركر برضه بكون معالج وظيفي لكن دارس اقل من جامعه، بيساعد المعالج، مساعد معالج وظيفي يعني. الباند فور اذا كان عندك اقل من 3 سنوات خبره، يعني اول ما تتعين الى ان تكمل 3 سنوات خبره 25,147 جنيه استرليني سنوي، بعد 3 سنوات خبره بصير 27,596. زي ما انت شايف لحد الان معظمهم في 700 او 800 جنيه سنوي زياده. من الأمثل عليهم الأوديو فيجوال تكنيشن، لما أنت تروح على دورة أو كورس أو دورة تدريبية بيكون في ناس شغلتهم يجهزوا الكمبيوتر، الداتا شو، الإضاءة، الصوت، الميكروفونات، هذا هو زي ما تقول مهندس صوت وإضاءة. الفارماسي تكنيشن اللي هو مساعد الصيدلاني بيكون دارس سنتين دبلوم في أي معهد. أو الدنتال نيرس، الدنتال نيرس هذا بيكون مخلص توجيهي وماخذ دورة تمريض أسنان سنة أو سنة ونص في أي معهد، ما بيكون زينا سنتين. الباند 5 اللي هي احنا رح ندخل عليها، انت كممرض قانوني دارس 4 سنوات في جامعة وبدك تروح تشتغل في بريطانيا، اول يوم الك بتدخل على باند 5 على طول، ما بتمر بكل هاي المراحل. فاول راتب رح تستلمه بدون اي نوع من العلاوات هو 28,407 جنيه استرليني، زائد اذا كنت في لندن رح يجيك على معيشة، اذا كان متفق مع المستشفى على بدل سكن لسه في علاوات ثانية الى اخره. بعد سنتين خبرة بصير راتبك 30,639، بعد 4 سنين خبرة بصير 34,581. فكل سنة في 600 أو 700 جنيه زيادة على المرتب. من أشهر الأمثلة على هاي الباند 5 اللي هو أنا وإنت الممرض القانوني اللي دارس 4 سنين في الجامعة. من الأمثلة برضو الICT Test Analysis Information and Communication Technology اللي بيبني شبكة الاتصالات في المستشفى. في شيء اسمه البودياتريست اللي هو معالج القدم، شغلته الناس اللي معها سكري، عندها قدم سكري، عندها غرغرينة، عندها أي مشكلة بالدورة الدموية، ناس عندها إصابات رياضية، أي مشكلة في الرجل، في أصابع الرجل، في كعب الرجل، اختصاصه. هذول بدرسوا 4 سنين في الجامعة. الثيرابيوتيك راديوغرافر اللي هو المعالج بالإشعاع، بكون شغلته بس مرضى السرطان، فني أشعة لكن شغلته علاج مرضى السرطان فقط بالإشعاع. انت كممرض لما تقعد بالمستشفى فوق ال4 سنين تنتقل على باند 6، وقتها ممكن تظل ممرض وممكن تصير تشارج نيرس او سوبرفايزر. فبتدخل على باند 6 اللي هي بتبدا ب 35,392 جنيه استرليني، بعد سنتين خبره 37,350، بعد 5 سنين خبره بتصير 42,618. من الامثله على هذه المهن السكول نيرس، عندهم في بريطانيا الممرض اللي في المدرسه لازم يكون معه ماجستير بابليك هيلث، عشان هيك المرتب اعلى والدرجه اعلى. في شيء اسمه الاكسبيرينسد باراميديك، انت اذا كنت مسعف بتدخل على باند 5، لكن لما يكون معك فوق ال4 او فوق ال6 سنين خبره بتدخل على باند 6. كلينيكال سايكولوجي تريني اللي هو دكتوراه معالج نفسي، بكون ماخذ دكتوراه في العلاج النفسي وبيشتغل سايكوثيرابيست. الهيلث ريكورد مانجر مش موظف سجلات، مدير قسم السجلات، بدخل على باند 6 زيه زي الممرض اللي معه 4 سنين خبره. تخيل قديش موقع كويس. الباند 7 اللي هي بتبدا من 43,742 جنيه استرليني، بعد سنتين خبره بتصير 45,996، وبعد 5 سنين بتصير 50,056 جنيه. من الامثله عليها الكوميونيكيشن مانجر اللي هو زي العلاقات العامه عندنا، شغلتك المحافظة على سمعة المؤسسة، تتفق مع الإعلام، مع المجلات، مع الجرائد، مع القنوات التلفزيونية، تيجي تعمل معاك لقاءات، تيجي تعمل تقارير عن المؤسسة وتصورها، تعمل دعاية إلها وتوري الناس والإيجابيات اللي فيها. الإستيت مانيجر اللي هو رئيس قسم الصيانة، هذا بدخل على باند 7. الهاي انتنسيتي ثيرابيست اللي هو معالج نفسي بالكلام، هذا بكون مخلص دبلوم تمريض أو أي تخصص مشابه، وبكون عنده دبلوم عالي أو ماجستير في الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي أو أي علاج نفسي آخر. الأدفانسد سبيتش لانجويج ثيرابيست اللي هو أخصائي علاج النطق، بس بكون أدفانسد يعني خبرة فوق 6 سنوات أو مكمل بعد البكالوريوس ماجستير أو دكتوراه. عندك الباند 8 هاي بتنقسم إلى 4 أقسام، باند 8A 8B 8C 8D. الباند 8A بتبدأ فيها من 50,952 جنيه استرليني،
بعد ال5 سنين بيجيك اكثر من 6000 جنيه زياده، بصيروا 57349. من الامثله عليهم كونسلتنت بروستيتست اللي هو اخصائي الاطراف الصناعيه، بعمل جنبا الى جنب مع طبيب العظام ومع العلاج الطبيعي عشان فصل لك طرف صناعي تعتمد عليه. الدنتال لابراتوري مانجر اللي هو رئيس قسم مختبر الاسنان، مش فني، بيكون رئيس قسم دارس بعد البكالوريوس اكثر من البكالوريوس. من ضمن الثمانيه برضه الميترون اللي هو مديره التمريض تبع المستشفى كله، ومن ضمنهم النيرس كونسلتنت مثلا منتال هيلث. ممكن تكون انت وصلت لماجستير فما فوق، سواء في علم النفس، سواء في الامراض النفسيه، سواء في الاطفال، في التوليد، في اي شيء، فبصير اسمك نيرسينج كونسلتنت، بتدخل على 8A. الباند 8B اقل من 5 سنوات خبره بتاخذ 58972 جنيه، واكثر من 5 سنين بتاخذ 68525، يعني الفرق 9000 وشوي. من الامثله عليها الاستراتيجيك مانجر اللي هو هذا اللي بيختار الفيجن والميشن للمؤسسة الصحية، هذا اللي بيختار التشينج، هذا اللي بيغير في سياسات المستشفى، هذا اللي بيعمل كل البلانينج تبع المؤسسة. من الأمثلة الهيد اوف اديوكيشن اند تريننج، مش اللي بيعطيك دورات، رئيس قسم الدورات والتعليم المستمر نفسه، هذا هو 8 بي. من الأمثلة هيد اورثوبتست اللي هو فاحص نظر، بيكون دارس 3 أو 4 سنوات بعد البكالوريوس. هذا تخصص على فكرة مش موجود إلا بأربع جامعات في بريطانيا. باند 8C تبدأ ب70417 جنيه، وبعد 5 سنوات بصير راتبك 81138 جنيه. من الأمثلة عليهم Head of Human Resource الـ HR حبايبنا، المدير تبعهم بكون راتبه باند 8C. من الأمثلة عليهم الـ Consultant Clinical Scientist اللي هم علماء الجينات، هذا لما يكون في مريض محتاج مثلا يزرع كلى او اشي زي هيك، الدكتور اللي بيفحص تطابق الانسجة بينه وبين المتبرع بيكون هذا هو. مثال برضو الكونسلتنت باراميديك، احنا قلنا الاكسبيرينس باراميديك بيدخل على باند 6، بس لما يكون صار له 15 أو 20 سنة بيدخل على باند 8C. الباند 8D هذولا بيكون مستواهم أعلى، دراستهم أعلى، خبرتهم أعلى، فبيبدأوا من 83571 جنيه بالسنة، وبعد 5 سنوات فقط بوصل راتبه 96376. فمن الأمثلة عليهم الكونسلتنت سايكولوجيست، ممكن يتراوح من 8C إلى 8D، اللي هو طبيب النفس الاستشاري، وممكن يكون الاستيت مانجر اللي هو رئيس قسم الصيانة في المؤسسة كلها، ممكن يكون الشيف فاينانس مانجر اللي هو مدير المالي للمستشفى كامل. الباند 9 اللي هي اعلى مستوى بيبدا 99891 جنيه استرليني، ما تكملوهم على 100، بعد 5 سنوات بصير راتبه 114949 جنيه. من الامثله بودياتريك كونسلتنت اللي هو اخصائي العنايه بالقدم، بس بكون شهادته اعلى وخبرته اعلى من اللي تكلمنا عليه قبل شوي في باند 5 باند 7 والى اخره. دايركتور اوف ستيت اند فاسيليتيز معناتها مدير الخدمات، هذا بيشمل مسؤول عن التغذيه، عمال النظافه، الصيانه، الامن، موظفين ريسبشن، كل الناس اللي في المستشفى ما عدا الاطباء والتمريض تحت ادارته. الشيف فاينانس مانجر برضه مدير مالي، بس بكون له مستشفى كبير او لمجموعه مستشفيات في نفس الوقت. طيب لو واحد معاه شهاده اعلى من هيك او خبرته اعلى من هيك، او قاعد مثلا في باند 9 اكثر من 5 سنين او اكثر من 20 سنه، في لهم نظام خاص فيه، هذا ما بيفيدنا بإشي ولا بيهمنا نعرف عنه إشي، لأنه هذا لمدراء المستشفيات فما فوق، يعني أنت بتتكلم في درجة معاون وزير ما بتهمك. طيب في إشي اسمه الهاي كوست إيريا سبليمنتس، لو إجا واحد وسألني أكيد هاي بلد زي أي بلد فيها مناطق غالية ومناطق رخيصة، وأكيد أنه العاصمة لندن غالية جدا جدا، خصوصا إيجارات البيوت. في إشي بنفس الأجندة فور تشينج اسمه هاي كوست إيريا سبليمنتس، هذا القرار ابتدأ من 1/4/2023 ويشمل عندك لو انت ساكن في الانر لندن، يعني في وسط البلد في نص المدينة، بيجيك 20% من الراتب الاساسي زيادة على الراتب على ان لا يقل عن 5132 جنيه ولا يزيد عن 7746. لو انت في الاوتر لندن اللي هي في
مش في النص، حوالين النص يعني، في الطبقات في الحلقات الخارجية من مدينة لندن، فراح يجيك 15% من الراتب الأساسي على أن لا يقل عن 4314 جنيه ولا يزيد عن 5436. في شيء اسمه الفرنج اللي هي الهوامش أو الضواحي اللي حوالين لندن، راح يجيك 5% من البيسك سالري أو الراتب الأساسي على أن لا يقل عن 1192 ولا يزيد عن 2011 جنيه استرليني لكل موظف. في ناس كثير بقول لي أنا بشتغل بالخليج، أطلع على بريطانيا ولا لا؟ هل هو أعلى من مرتبي في الخليج ولا لا؟ بشكل عام مرتبك في بريطانيا كبداية تقريبا نفس مرتبك في الخليج، أقل بشوي صغيرة أو أكثر بشوي، لكن أنت في الخليج يا بتجيك زيادة كل 6-7 سنين لما يصير في غلاء معيشة، أو ما بتجيش أصلا. في بريطانيا لك مبلغ ثابت من الزيادة السنوية، وبعد 4 أو 6 سنوات راح تنتقل من باند لباند، يعني بتنتقل من مستوى ممرض إلى مستوى هيد نيرس أو سوبرفايزر. فكل 4 أو 6 سنين في نقلة كويسة في زيادة الراتب وفي زيادة البوزيشن أو موقعك الوظيفي، فهذا الفرق مهم. في ناس بيسأل هل الخبرة في بلدي معترف فيها؟ يعني أنا مثلا اشتغلت في بلد 20 سنة، هل بروح هناك بيعتبروا خبرتي 20 سنة زي ما هي، أو على الأقل بيقسموها 2 بيعتبروها 10 سنين؟ الجواب لا، كعدد سنوات الخبرة في بلدك ملهاش أي دور في تعيينك، لكن ممكن ينظروا إلى القسم اللي كنت فيه أو الاختصاص اللي كنت فيه. يعني مثلا أنت طول عمرك تشتغل في غسيل الكلى، ممكن تطلب لو هم محتاجين ناس في غسيل الكلى وانت بتفهم بغسيل الكلى انه اول يوم او اول فترة تداوم بغسيل الكلى، واذا عجبك الوضع بتظل هناك على طول. ممكن انت كبنت طول حياتك بالتوليد او بالاطفال مثلا، لو هم محتاجين ناس بالاطفال وانت كل خبرتك اطفال ممكن تنحط اطفال. بعكس امريكا مثلا، شو ما كانت خبرتك لازم اول 6 أشهر ميديكال سيرجيكال بعدين بنتفاهم تنتقل ولا لا. هذا الفرق بين بريطانيا وامريكا للممرض. راجع هذا الموقع لو بدك تعرف أكثر عن أي باند، عن أي مهنة، عن أي مستوى رواتب، كله موجود في هذا الموقع. وقبل ما تسأل محمد ناصر اسأل جوجل. لو بدك نتكلم عن أي إشي بخصوص التمريض، بخصوص الهجرة، بخصوص قطر، بريطانيا، أي إشي في الدنيا، اكتب لي تحت بالتعليقات. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان نوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.